مساء الخير بحوار خاص جديد. اليوم احنا حلقة عيد، حلقة خاصة جدا ونحتفل بها بنجم كبير جدا صوت الأرض، أستاذ ياس خضر. مساء الخير. يا أهلا ومرحبا، مساء النور. أنا أول شيء سعيد جدا أنه أنا دا أحاورك. والله أعتبرها فرصة سعيدة يعني بالنسبة لكم وزيارتكم لنا، ونقول لكم أيامكم سعيدة وعيدكم مبارك إن شاء الله على أمل وأفراح وسعادة، وللشعب العراقي نتمنى كل الخير والرفاهية. أكيد بوجودك الله تعالى. أستاذ ياس، العيد بالنسبة لك شنو؟ بعد العيد نفسه قبل أو لك لحظات معينة؟ هو العيد عيد يعني مهما يكون العيد علينا. فيعني أعتقد أنه يمكن الناس تعيدني، الأعياد السابقة كانت ألطف وأحلى من ما يعني سبحانهم، هي الناس يعني تطلع للشارع حس الناس مضوج ورا يعني ما له صحيح خلص. ماكو أجواء عيد يعني ماكو لا ما حتى كانت سابقا الأطفال يعني متواجدة بالشوارع كلها، هسه أطفالها ماكو على الإنترنت والشو اسمه كلها يعني ملتهية ما أدري بأشياء خاصة. طيب إن شاء الله إن شاء الله نتمنى بالمستقبل يعني. أستاذ ياس، حضرتك شنو سبب الفرحة ملايين العراقيين؟ يعني انت باغانيك بطلتك دائما تكون سبب فرحه، انت شو وقت تلقى الفرحه؟ شو وقت نشوه الفرح هاي تجيك؟ والله انا بالنسبه لي الفرحه موجوده داخلي على طول، عندي ما عندي الحمد لله والشكر يعني امور زينه والحمد لله وعايش بسعاده ورفاهيه وكل احنا ان شاء الله نعيش بهالحاله هذه من الامن والاستقرار، وهاي الموجوده عندنا هاي الحاله الموجوده يعني ان شاء الله احنا نقول انه امل انه اكو امال ان تتغير الامور شويه اكيد الاحسن للاحسن ان شاء الله. كنصيحه للفنانين الشباب اللي هسه مبلشين، اول شيء انت معروفه ارائك شويه صعبه على الفن الجديد، يعني عندك بعض الملاحظات رغم انه اليوم الاغنيه العراقيه وصلت عربيا صارت يعني انتشرت جدا، فانت شنو رايك بهذا الانتشار؟ والله هي انتشرت يعني ما رضينا ان ابينا هي منشوره، بس احنا اللي نتمنى كم مره اقولها انه نتمنى لهم انه يسيرون في مسيره حلوه يعني بالنسبه باختيار الكلام والالحان والاداء يتمم هذا الاثنين. ايش تنصح الشباب مثلا الفنانين الجدد؟ هل الفن يسوي الثروه كتجربه انت سنوات؟ والله ده نشوف بالوقت الحاضر ده يسوي ثروه، يعني هذا يجي اغنيه واحده يطق بيها وصعد وما شوفه الا مثلا يشار له بالبنان، هذا هيك عنده وهذا هيك كذا من اغنيه او اغنيه دي. وبعدين ورا فتره ما هو انتهى يختفي، اجى غيره وخر هذا اجى مكانه واحد اخر وهكذا. هش ثروه المساله صارت تجاريه يعني لا اكثر ولا اقل. شلون كونت انت الثروه مالتك؟ اليوم انت انسان على خلاف هوايه من ابناء جيلك معتازيه الاحاد، معتازيه للدوله. لا الحمد لله الحمد لله، ولحد هاللحظه هذه انا ما محتاج لاي اي شيء رسمي او دوله او كذا من الفن؟ لا اي طبعا من الفن ما حصلنا، احنا اعطينا عطاء بس ما اخذنا يعني ولو يعني اشياء معنويه، بس الحمد لله والشكر يعني احنا اتجاه الناس والمسؤولين الشرفاء ويعني نشوف نفسنا كلش كبار امامهم يعني، ودي يقيمون هذا حقهم يعني الفن والاداء يعني يقيمون فننا يعني احنا بالذات. استاذ انت قبل سنتين يمكن اعتزلت تماما، قلت انا راح اعتزل الحفلات وبعدها رجعت، ليش رجعت؟ لا ما قلت اعتزل، ما 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 ما, ما اطلقت سيره، قلت سيرة الحفلات راح ابتعد عنها، الحفلات العامه العامه بس هي. اليوم رجعت تغني حفلات عامه؟ لا لا ما اطلع، بس اروح أنا يمكن حفلاتي مختصره على نادي الصيد نادي العلويه هاي العامه والباقي كلها خاصه يعني. استاذ ياس نرجع على الفنانين الشباب، حضرتك غنيت مع حفيدك اللي معروف باسم عهد ياس خضر. اول شيء ليش قررت تغني وياه؟ هل انت مؤمن بموهبته؟ مؤمن انه هو ممكن يكون فنان؟ والله هو بعد ما شفته عنده الرغبه بالغناء يعني ويحاول يغني على طول وكذا، وشفت بيه نوع من لزمه بسيطه يعني فقلت استمر وياه اساعده بهالجانب هذا اشجعه على قضايا، والحمد لله شوي شوي. اكيد من يكون نجم كبير وعنده اسم مهم، ايش قد يخاف على اسمه من يريد واحد من ابنائه او احفاده يدخل الوسط؟ خفت على اسمك من ابنائك ايضا دخلوا المعترك الموسيقي؟ طبعا يعني انا اذا ما اشوف بيه لزمه ويطلع للجمهور وللمجتمع يغني بصوره
اللي انا اريدها لا ما اشجعها. منعت احد من ابنائك انه يدخل الوسط؟ اي هم منعتهم بالبدايه. بس هذا اللي يصير الحاح زايد. يصير يصير فنان يعني. من شفته يصير يصير يعني اكو محاوله يعني. اللي صار مهم. اي طبعا. استاذ ياسر للتاريخ ايش قد عمرك اليوم؟ هذا السؤال هوايه ناس تساله، وعلى اساس اللي يطلعون اشاعه وفاتك دائما. تقدر تصرح بعمرك؟ إشاعة الوفاة موجودة على طول، ما أعرف شنو السبب ما تعرف. وأنا أقول غصبا على أنفهم بإرادة الله، أنا صار عمري 80 سنة بعدني أنطي عطاء وتغني بعدك ما شاء الله. إي بعدني أغني، إي أغني أنطي عطاء يعني متواصل في في عطائي هذا. اليوم تقدر يعني عادي بالنسبة لك تقول أني وصلت لـ80؟ لو صعبة؟ لا 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 صعبة، هاي عمر من رب العالمين، الله قاسم للعمر. بس انا باقي الحمد لله وصحت الحمد لله والشكر زين. وبقلقك يعني ومتالق امام الناس جدا، والناس يقيمون فني هسه لا يزال بعدهم لا يزال يلاحقون على تسجيل اغاني جديده ومواعدهم انا زين. اذا نقول ياس خضر نقول اكثر من ايش قد يعني 60 سنه من العطاء الفني يعني مبدئيا الاف الحفلات سويت 60 سنه تقريبا. انا عمري 17 18 سنه بديت اكثر من 60 سنه يعني حكما مو عشرات الاف الحفلات سويت والاف المهرجانات. تتذكر موقف غريب صار لك بالحفل العراق وخارج العراق؟ اي موقف ما تنساه. المواقف تجي بلحظات يعني ساعه الساعه تجيك بالعكس عكس ما تريد. وقعت مثلا مره اثرت على مسرح؟ لا لا الحمد لله ما معجب سووا وياك موقف غريب. صارت مواقف كثيره يعني بسيطة مو شديدة إلى درجة كنا نتجاوزها. تتجاوزها. أفضل ملحن وأفضل شاعر كتب لك منو؟ والله أفضل الملحنين هو بالبداية محمد جواد أموري، وبعدين المرحوم طالب قرغلي استمرت وياها، وآخر شيء يعني استمرت ويا نام قديم لا يزال حاليا نعم، اللي لحل تايبين ولو تزعل أعمال خالدة مجروحين يعني أعمال جيدة يعني. ولا يزال أبحث عن ملحنين يعني أخذ منهم عطاء. ممكن يعني تعمل ويا شباب؟ والله ليش أنا يعني إذا لحن ممتاز وزين جيد أخذه. إذا عرض عليك اليوم عقد احتكار من أحد القنوات لا 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 ما احتكار ما عندي استعداد أحتكر الفن مالتي إلى شخص أو جهة معينة. أنت حر اليوم. ايه. أستاذ يقدر الفنان يطي بدون حب وهو ما عنده علاقة حب؟ والله ما أعتقد باعتقادي فنان وناجح ومستمر بالعطاء ما عنده قضايا حب. كم مرة حبيت؟ يعني أكثر الفنانين يصطدم في شيء معين ويجي يخلي الشاعر يقول لي أريد كذا وأريد كذا أسوي له. أنت هيك تسوي؟ أنا كنت سابقاً ويا الله يرحمه زامل سعيد فتاح أبو نعم. اللي لحل عزاز والمقير نعم. كنا نقعد سوا أنا وياه وطالب أدرج له فد قصة معينة أو فد حادثة معينة والرجل هو يكتب على أساسه. يكتب على أساسه. أكثر أغنية تعنيك شخصياً شنو من أغانيك؟ والله هي كلها تعنيني أنا ما أفضل أغنية على أغنية. بس سمعت عزاز أكثر بس تبقى عزاز هي الستاندر الأغاني مالتي وتجي حنوانة حين وبنفسج وتايبين يعني وحده كلها اعمال خالد اعمال ثقيله كلش وحده. استاذ للتاريخ كم مره تزوجت؟ والله انا متزوج مره واحده وعندي اطفال الحمد لله وشكرا. مره واحده تزوجت؟ اي اول مره يعني وبعدين صارت زواج قلت اللي يقول مرحلي يعني الزواج عقد معين ورسمي والحمد لله على سنة الله ورسوله وبعدين يعني متعة؟ لا لا متعة عقد. متعة ما أمل بالمتعة يعني رغبة شخص يرغب إلى إنسان وإنسانة ترغب وزواج رسمي يعني حثت 4-5 مرات عندي وتنتهي بس ما جمعت يعني أكثر من اثنين نفس الوقت؟ لا 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 يرد لهم خلق مو؟ فترة معينة وبعدين اما انا او ما هي الطرف المقابل. تزوجت اصغر منك بهوايه؟ اي تزوجت. كم سنه تقريبا اصغر فرق عمر؟ تزوجت 30 سنه اصغر. اوه. بس حب سعيد كان حلو. الحب ما له عمر. اي وحياه حلوه اي. ما ماكو علاقه بالعمر. اكيد ما له علاقه. بس خلفت بس من الاولى. اي بس من
الكبيرة الأولية. وكل يزال الحمد لله والشكر يعني تلاحقني في بعض الشابات يعني استعداد الزواج، بس أنا أرفض لا أقول بعد. بعد راحت. جيتيني من الوقت الضايع. بس ما شاء الله أستاذ يعني بعدك نفس رونقك يعني ندق على خشب. والله الحمد لله يعني محافظ على الصحة. حتى يعني قامتك ممشوك بتصرفاتي بمنامي بأكلي وطلعاتي بسفراتي يعني أحافظ يعني وكل قدر الإمكان أنه أحافظ على صحتي بالبداية. دخن؟ لا ما دخن، وإذا أشوف حفلة تعيقني أو ترك من حيلي ما أرفضها إذا خارج العراق. يعني تشتغل بمزاجك. إيه مثلاً أنا جتني كذا حفلة بأمريكا. أنا رايح لأمريكا هواية يعني سبع مرات رايح. بس هسه أحس إنه الطيران بعيد. متعب. بين 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 السماء والمحيط يرك صعوبة 10 ساعات 12 ساعة مثلاً أنا عندي. رحت لأستراليا قلت بعد لو يعطوني أستراليا ملك اللي ما أخله بعيدة يعني جدا 17 ساعة طيران صعبة هي هذا يرك الإنسان يعني أكيد متعب الإنسان جداً. يتعارك ويا نفسه خاصة من واحد رايح يغني بالجو يعني خاصة أنت بالجو وهاي مراحل الطيران وظروف الطيران والمطبات والكذا ولو إحنا ما قوم تعودنا ما قام يهمنا بس هي متعبة أساسا متعبة. زين أستاذ ياس ارتبطت بشخصيات معروفة؟ تزوجت يعني إنسانة معروفة مشهورة فنانة لا سياسية. لا ما مو ملاصقة نهائيا طيب أستاذ ياس خضر بعد كل هذا تاريخك شنو تطمح اليوم شنو طموحك شنو تريد تسوي؟ والله طموحي أتمنى من رب العالمين أن يعطينا العمر بعد ونقدم عطاء. أنا هسه عندي رصيد فني من عندي حوالي 10 أغاني رصيد عندي موجودة بعد ما مطلع ما طرحت مسجلها يعني أنا عندي فكرة بالغناء يعني أسجل أغاني وأخليها رصيد إلي يعني نعم. وأخليها حسب الظروف شلون ظروف تصير حلوة فرفشة بالعراق شيء مناسبة الناس تتلقي الأغاني نعم. كذا فأطلع لي شو وقت ممكن تقول كافي غناء أنا أريد أعتذر والله لا أنا أتعب يعني جسمي بعد ما أقدر ما بي حيل أقول اعتزلت رغم أنا كان من زمان بس رغم ذولي اللي يقولوا اللي يطلعوا لي عنادي بيهم سويت عنادي على ذولا يومي وكل شهر أطلع أغنية لا ظلوا احكوا طلعوا إشاعات حتى تظل موجود والله أنا أقول طلعوا إشاعات حتى أنا أظل حتى تظل موجود ويطلق دافع شو رأيك باعتزال كاظم الساهر؟ سمعنا أنه اعتزل الحفلات العامة والله ما 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 سمعت أنا بصراحة يعني ما أدري إذا كان حقيقي شنو توجه له رسالة؟ الأخ زميلي العزيز الدكتور فاضل عواد نعم اعتزل من فترة طويلة إيه يعني بس هذا اللي سمعت بس غير كاظم ما أدري والله إذا كان كاظم معتزل شنو توجه له رسالة اليوم؟ لا أقول له بعدك بيك عطاء المفروض يظل مستمر بعطاء لأن هو هسه مفخرة يعني بالنسبة للشباب والمرحلة اللي إجى بيها هو نعم طبعاً أستاذ ياس أنا طبعاً ما أقدر أختم بدون ما نسمع شيء صغير الناس يحبون شو سمع ليل البنفسج أنا أعشقها هاي الأغنية البنفسج يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج يا حلم يا ما مش مالش طبع قلبي نطباك ذاب ترخص وأغليك وأحبك أنا متعود عليك هواي يسولة سكتي يسولة بسكتي يا طواريك من الظلمة تجيني كان ثيابي علي غربة قبل جيتك ومستاحش من عيوني وعلمتني أنا حب هواي قبلك ذويباني أنا حب هواي قبلك ذويباني الله الله يعني أغنية عظيمة هذه ما شاء الله عليك وأداءها يعني
يراد له جهد جدا. صعب. استاذ ياسر ان شاء الله كان لقاء حلو وما تعبتك وما ضوجتك. لا الحمد لله حلوه وفرت فرصه سعيده معاكم يعني. شكرا جزيلا لك نورتني استاذ. اتمنى لكم الخير والتقدم بعملكم هذا. شكرا جزيلا استاذ ياسر خضر، وجودك اليوم اضافه كبيره للفقره. اريد تتوجه لكاميرتك بكلمه اخيره للشعب العراقي، شنو حاب تقول لهم؟ اهني بهذا العيد السعيد ان شاء الله. وإن شاء الله يتم علينا الخير والأمان والرفاهية والسعادة، وكل ما أتمنى من شيء زين وصحيح للبلد أتمنى أن يصير بهالبلد هذا، ونتمنى إن شاء الله عن قريب إن شاء الله يصير جاي الخير ويصير خير عن قريب، والحمد لله والشكر. آمين. وأتمنى لهم كل السعادة للشعب العراقي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ ياس خضر. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وانتظرونا بحوار خاص جديد. شكرا جزيلا استاذ، نورتني اشكرك. شكرا. طبعا هسه احنا من غرفه الجوائز مال الاستاذ ياس خضر، وهاي شيء خصنا به لاول مره. ما معروضه هاي الغرفه اعلان قبل؟ ما معروضه، فاحنا ان شاء الله تجينا بشكل خاص اكيد نطلع لك وحده وحده حتى اكو جو على مال. يعني ما شاء الله كم درع وكم جائزه؟ اكثر من 100 درع عندي انا. اكثر تكريم يعنيك؟ والله وايد كرمت انا، بس اخر شيء اخر شيء دوله قطر نعم كرمتني درع الأصالة يعني وثمنونه يعني وأشياء كثيرة يعني من هواية يعني منذ 30 سنة لحد الآن كلها دروع. كرموك رؤساء دول؟ رؤساء دول؟ هو رئيس دولة شيء اللي يكرم يعني من تروح له يعني إلا فشي ثمين ثمين أو فشي بالمناسبة بين دولتين أو كذا يقدر يكرم. زين أثمن شيء مو رمزي يعني شيء ثمين قيمة تكرمت به شنو كان؟ والله هواية تكرمت، بس قلت لك هاي آخر شيء تكريم معنى ودرع وتكريم قصدي تكريم يعني تكريم مادي مادي أيضا طبعا. وأنا أكثر التكريم من المسؤولين الكبار، مرفوضة هاي الكلمة. شنو هي؟ عقال يعني شنو أول بس عقال يعني ما يكون يعني أموره محدودة تصير. لا بالعكس، ثقافته محدودة بالعكس، هم أثقف الناس موجودين. رغم أنت ما خلصت دراستك؟ لا مخلص خامس ثانوي بس. وكل هاي الجوائز ايه اصطدمت بالفن، خلصت الخامس اصطدمت بالفن بس.